الآن رجال أو تاكسي والشغل تعبان ظرف كورونا والآن اللي عندي راتب ولا هم اللي عندهم راتب زين هذا رجال بالتاكسي يدوب القوت اليومي يعني شغل تعبان فما جاء ألحق أساسا على دروس الخصوصية لا ألحق على مال المشترك الإنترنت مالتهم على الموبايلات مالتهم ما ألحق هذا تصير هذا صار عبء علي بطلت كانت ظروف الحياة صعبة ما لقيت اللي يدعمني فأني ما أريد اللي ينعاد علي ينعاد بأولادي أريدهم أساسا يوصلون يكملون شهادتهم ويكملون مسيرة الحياة مالتهم بحيث على الأقل عنده شهادته عنده سلاحه